اليوم وانا بقلب على الانستغرام لقيت فيديو منشور على صفحة فانز لإلي. بتقد فيك تكون ماي تايب، بس اذا عم فكر ما بعرف، كأنها شيرين عم تحكي. اوكي، هاي صورتي بالفيديو، مش عارف الصورة مركبة، كأنه هاي الفكرة اختار زوجي من اليوتيوبرز او اشي زي هيك. اوكي، الترند هذا قديم من 2017-18، معقول الفيديو قديم ولا؟ اوكي، تعالوا نروح نشوف على اليوتيوب. شيرين فعلا عاملة فيديو عن الموضوع. مرحبا، كيف الحال؟ ان شاء الله كلش تمام. رجعت لكم بفيديو جديد، تعالوا مع بعض نشوف شو حكت شيرين بيوتي علي بالفيديو. اخترت حبيبي من اليوتيوبرز، خيار كتير صعب. اوكي يا شيرين، ان شاء الله احنا هون موجودين لحتى نساعدك بهالخيار الصعب. هاي حبايبي، كيفكم؟ ان شاء الله تكونوا بألف خير. مثل ما قلت اليوم بالعنوان، اليوم الفيديو غريب لانه اليوم حنقرر مستقبلي، حنلاقي شريك حياتي. طبعا انا صغيرة بس لازم يعني قربت وصل للعشرينات. مستعجلة يا شيرين؟ مستعجلة؟ من هلا بدها تضمن انه لقدام عندي من هلا يعني محجوز. عشرينات وشغلات، لانه عمري 16 سنة، فعم فكر انه في 4 سنين ولازم الاقي شريك حياتي. لازم من هلا. هو ايه الجيل ده؟ الجيل ده بخوفني جدا. من هلا اوكي حلو نايس، بس يا شيرين لازم تعرفي انه الزواج والحب وهالامور مش مثل لما بدك تشتري شيء على الانترنت، بتقدر تشتري بري اوردر قبل ما ينزل على السوق بتقدر تشتري. ولكن اوكي تمام، كلنا عارفين انه فكرة يوتيوب، ف ان شاء الله ما بعرف. حلو الدعوة هاي كتير، ان شاء الله ما بعرف. كتير 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 شباب يوتيوبرز. نعمل سكيب للشباب الطيبين، نروح دايركت ل يور بوي. اوكي مامو، وير ار يو مان؟ الشخص يلي بعده هو مامو العساوي، واللي هو محمد العساوي. اوكي هلا البنات عم شوفوا بيعملوا هيك. ماما أكيد تعرفوا، شخص كتير حلو، عيونه كتير حلوين ما شاء الله، دقوا على الخشب. أنا بدي خشبة هيك طولة، من كثر ما عم بقول دقوا على الخشب، عاود هيك ضغط. لا هيك صرتي نجارة أنت يا شيرين. أوكي ثانك يو، شكرا كلك ذوق. ماما شاب كتير حلو كمان مرة، تسلمي. بعد الشاب حلو يعني كمان مرة، ثالث مرة شاب حلو. شكله كيوت، شاب شو؟ هيك يعني شكله كيوت. إلا كيوت من غير إهانات، بلشنا منيح. هلا بدك تهنيني؟ للناس اللي بيعرفوني من زمان بيعرفوا إن أنا بكره كلمة كيوت. بلا لو ما عندي لحية كانوا لنا أوكي تمام تقولي كيوت، عيون ملونة فيش لحية كيوت، ولكن what are you talking about؟ يعني مش إذا على طاقيتي في وردي يعني أنا كيوت. أنا مش كيوت أوكي. كيوت ما بتنحكي إلي. شيرين أنت كيوت، يعني صغيرة 16 سنة وفعلا هي كيوت يعني للبنات ممكن ولا للصغار. أطول اللحية أكثر من هيك يعني لحتى أثبت لكم لا أنا مش كيوت؟ هو كتير كيوت. كتير كيوت لا. اقول عليه واو، ما بقدر اقول عليه بشع، فهو صح. كيوت لا مش كيوت، وسط. اوكي قولي عني، لا قولي عني بشع بس ما تقوليش كيوت. انا بصراحه بعيوني ما بشوف كثير واو انه في انه حد شريك حياتي، حد بدي اياك كرشي، حد بدي اياك كزوجي، هاد هيك هاد هيك مثل ما كل بنات بفكروا عن محمود العساوي. شفته محمود العساوي مرتين، لا مره واحده، مره بالسويد بعدين كانت من 3 سنين هالحكي، يعني من 3 سنين شفته لمحمود بيطار. محمود العساوي عفوا، وكنت شوفه كتير بارد. كيوت رح امرق لك اياها، ولكن بارد؟ انا مش بارد اوكي؟ اوكي انت حرة هاد رأيك بالاخير، ولكن بارد؟ هلا انا ما عم فكر، كان كثير بارد بس وات؟ اذا قصدك لما كنا عندكم بالسويد لما جينا، بيكاز ام محترم مان، ام اول مرة اشوفك واشوف اهلك، عم تستنيني اكون مهرج؟ نا برو، اول مرة ازوركم اكيد رح اكون شوي هادئ، هذا الشيء الطبيعي ولا شكلي عامل لك روستنج فيديو انتقاد لإلك؟ طبعا انا كمان كنت بارد اكيد، بس انا يعني انت كمان كنت مش متذكر انك كنت باردي، ولكن كنت تستحي شوي انك تحكي معنا، يمكن لانك كنت اصغر من هيك ما بعرف. بصراحة بحسه هو كتير بارد. انا بارد بعد كل هالسنين؟ انا بنتقد كل حدا بارد. كي والله لا احكي لامي، انا بارد؟ كيفك؟ الحمد لله. ماما شيرين بتحكي انه انا بارد. مين شيرين؟ مش مهم اوكي، بتحكي انه انا بارد. ابنك بارد؟ احطك بالفرن اسخنك؟ بليز اي اشي حل بليز، انا بارد؟ لا انت مش بارد، انت عسل. ثانك يو. لا انا كيوت جدا. لا تقوليش انا كيوت، بحبش كلمه كيوت. انت احلى الحلوين. ها اوكي نايس. وانت ابداي، وانت موز، وانت كل اشي حلو. بكفي يما بكفي. اوكي تسلم. اوكي شيرين امي بتعرفني اكثر منك. اوكي شغله، الاشخاص اللي بيعرفوا حالهم حلوين هن بيكونوا باردين كثير، بيكونوا باردين كثير. يعني اذا انا لازم اتاكدها بكثير كثير حلو واو
مثل ما قعدت تغيدي معهم بفكر. لا تعتقدي لا شيرين اوكي، انا الحمد لله حاسس انه انا تمام اوكي، مش من النوع اللي فهمت قصدك انه انا كتير شايف حالي وانه اوه ثقة اوكي حلو الواحد يكون عنده ثقة، لكن برو لا نو انا مش انه شخصيتي الناس بيعرفوني كمان. ماما اي سي يو اذا عم تشوف هالفيديو. يو سي مي يس يو شود. انت حلو فمن هالشي بتكون احيانا هيك انه بتعرف انه يو نو كمان نوت ماي تايب. لا بس انت حلو يعني نوت يور تايب. نوت يور تايب I'm your brother. من هلا انت ماي برو صرتي خلاص اوكي؟ فيك تكون ماي تايب بس اذا عم فكر ما بعرف يعني تخيل انا بدي خضره بدي استناك تتحمم بدي استناك تزبط شعرك بدي استناك تزبط دقنك. واو في حدا باخذ شاور بتحمم؟ لا وتخيل بعد الحمام رب يزبط شعره دقنه. ما ضلش من هدول الناس المفروض ينقرضوا. شو هالناس عن جد الحق علي سوري شيرين. المفروض اني انا ابطل اتحمم وابطل اضبط شعري ولا دقني. الجاذبيه بتصير صفر لما الواحد يصير هيك قال بتحمم وبعديها بيظبط حاله. اللي يمكن يمكن ما بعرف شو تعمل لرموشك حتى ستوب ستوب لا لا شيرين نو شيرين نو نو شيرين ما بعرف انت مين الشباب اللي بتعرفيهم. يور برو is not like that. مش هيك انا ابدا. هلا مش رموش بعمل ميك اب اول ما اصحى الصبح يعني اكيد، بس الميك اب يعني رموش لا مش لهالدرجه يعني كمان. انت مين بتعرفي يا شيرين؟ سؤال. تلبس تحط عطر. البس؟ لا لا عن جد اوفر انا شخص اوفر انا عن جد اسف. والاكل والهاد شو صار يعني؟ السلام عليكم. وعليكم السلام. هلا شيرين برضيك هالكلام شيرو؟ برضيك؟ شيرين بتقول لي انه انا بحط رموش ومش عاجبها انه انا شو اسمه؟ بظبط حالي مفروض انه يكون اشي منيح، ولكن احنا عارفين باخر الفيديو انه هذا النوع من الفيديوهات اليوتيوبر اكيد ما راح يقول بالاخير انه اوه طبعا هذا الحب بتاعي لو عن جد بتحب واحد، ولكن الاغلب هي بس بتعمل هاي الفكره لحتى تكون فن مع المتابعين هيك تستمتع مع المتابعين. انا قبل سنه تقريبا سنه ونص عملت فيديو بيشبه هذا الفيديو، ولكن بتمنى ما اكون جرحت حدا بهذاك الوقت لانه في ناس شكلها بتجرح لما تعمل هذه الفيديوهات هم عارفين. هذا راح اعتبره تحذير يا برو. بالايام الجايه اذا شفت كلمه كيو او الكلمة الثانية هديك بارد وكتير بارد بتأكد عليها بعدين لانه اللي جاي راح يكون روستينج. اكيد كل الحب لإلك شيرين وانت عن جد مثل ماي سيستر. هذا الفيديو كان بس مزح وحبيت اني ارد عليها بطريقتي وانا ما اتضايقت ابدا انها قالت كيوت. الناس اللي بيعرفوا شخصيتي بيعرفوا ان انا لا تنسوا تحطوا لي الفيديو لايك، اكتبوا لي بالتعليقات تحت شو رايكم بوجهة نظر نيرين نيرين شيرين قصدي. شوفي مش لحالك بتخربطوا بالاسماء انا كمان بخربط، بس المشكله ما قلتش اسمها صح حتى نيرين هذا مش ناري. لا تمرقوا يوم من غير ابتسامي. بحبكم كلكم مام فاملي لاف يو اول مام فاملي وان شاء الله بشوفكم في الفيديو او بالفلوج اللي بعده. دير بالك مع حالكم. سلام.